فاحشة اقتصادية ترتكب في حق الجزائر والجزائريين لعام 2023 مرة أخرى. 23 مليار دولار ميزانية جيش شنقريحة، 23 مليار كان 9 ملايير بالنسبة ل 2022، الآن أصبح 23 مليار وربع الميزانية المقررة ل 2023. فاحشة اقتصادية، فاحشة سياسية ترتكب في حق الشعب الجزائري. الشعب الجزائري، شوفوا الجيش عندنا نصف مليون العدد، ما بين الشرطة وكذا عندنا نصف مليون، يعني وزارة الداخلية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ها باش تشوفوا برك حتى بالنسبة للميساج لجماعة الشرطة تاني، باش تعرفوا انكم حتى انتم مجرد كلاب بالنسبة للجيش، مجرد كلاب صيد يبعتوكم باش تحتقروا الجزائريين اللي خرجوا يدافعوا عليكم. 23 مليار موجهة ل 500,000 عنصر، هي ال 500,000 عنصر رايحين يبقاو تاع الجيش، تاع الجيش الحقيقي اللي احنا ضربنا عليه باش في الدستور ما يروحش يحارب من اجل الجيوش الفرنسية ومن اجل الدول الاخرى. هادو كم يبقاو ياكلوا في اللوبيا، ويبقاو ياكلوا في الكورني دبف، ويبقاو ياكلوا في السردينة. هذا لا طرت لهم السردينة، هذا لا طرت لهم السردينة، لكن 23 مليار للجنرالات وعائلات الجنرالات وعائلات العقداء الكبار والمسؤولين الكبار في 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 عصابة، ماشي في الجيش. الجيش نتاعنا هو العناصر اللي تاكل اللوبيا وتاكل العدس كما ياكلوا الجزائريين. اما ال 500,000 تاع الشرطة فأنتم مجرد لا شيء. نقولكم علاش في هذه الفترة لو خرجوا قالوا لنا وزارة الداخلية هي اللي تدي 23 مليار، أنت تفهم أنه عندك الجماعات المحلية، وين البلديات اللي أصبحت تغرق لما تصب الأمطار، الغابات اللي أصبحت تحرق لما يقول لك راح نزيد البيجي لمواجهة هذه الأخطار. فأنت تقول عنده الحق، ما تلقاش واش تقول، تقولها وراح يطور شوية الحماية المدنية، راح يمد لهم سواردهم، راح يزيد لهم في الإمكانيات، راح يزيد في الإمكانيات الجماعات المحلية في البلديات باش البلديات يخدموا شوية طرق ويعدلوا لي تروطوار ويعدلوا لي روغار، يوجوه الروغار. لكن لا حين يبعتوا هاد شنقريحة علاش؟ هل باش يعني يطوروا زعما يطوروا يوليوا يوكلوا الزوالية مليحة؟ لا هذه مفروغ منها، هذه مفروغ منها. 23 مليار يا ربك، تقريبا بالك البيجي تاع وزارة الدفاع الروسية 23 مليار. بصح شوف شنقريحوس اروع عندي، شوف باش نقولها لك بركة، هذه حشوة كبيرة قاعدين يحشيو لك فيها تبون والتوفيق ونزار باش يقعدوك قاعدة على قد مقامك، على قد المقام نتاعك. شوفوا الكلام نتاعي هذا وحفظوه واعتبروه وقولوا كذا وكذا وكذا وكذا. بعد الرسالة نتاع 27 من مجلس الشيوخ اللي بعتوها الوزير الخارجية الأمريكي باش يقولوا له لازم تعاقب المسؤولين الجزائريين اللي يديروا هاد الفورسينغ اللي بعتوه باش يطلعوا وزارة المالية، وزارة الدفاع، انها يكون عندها بيجي كيما هكذاك، والمشرف عليها الاول هو شنقريحوس. فالقول انه اتصور، هذا اعتقاد او قراءة، انه بعد ايام راح تسمعوا انه فيه صفقات سلاح بين الجزائر وروسيا، ولانه روسيا مستحيل انها تبيع سلاح جاهز، لانه البلد اللي راهو يجهز دار التعبئة العامة باش يتحصل على 300,000 متطوع باش يروح يحارب بها أوروبا، مستحيل يجبد لك السلاح ويبيعه لك. فهذه وش سمى يسميوها سنة كيما تشري الطوموبيل في الجزائر من عند الكونسيسيونير، دركا تحط الصوارد وتستنى عامين ولا ثلاثة، سمى الشراء مسبقا. وهذه اللي رايحين تشوفوها، هذه الكلمات رايحين تشوفوها الدور في الإعلام الأمريكي.
وعن طريق ماذا؟ عن طريق اللوبي اللي قاعد يتكون الآن، وهو اللوبي الأمريكي دركا، لأنه كاين لوبي فرنساوي فرانكوفوني، والآن اللوبي الأمريكي، يعني القواودان تاع فرنسا والقواودان تاع الأمريكان. هاي قاعدة تصرى لك حشوة العمر، لكن خليه نعودوا للرقم برك. 23 مليار، ربع الميزانية رايحة إلى عسكر لم يستطع إيقاف الإرهاب منذ 30 سنة، والدليل كل سمانتين يخرج لك إرهابي في تمن راس. الصحراء وين؟ الصحراء وين؟ الميق على 2000 متر الفوق تشوف كل شيء، ما قدرش يحبس الإرهاب في تمن راس. رايح له 23 مليار. يا سعدي يا فرحي، بقات غير حاسبة عمرو واش تخرج تسطح، هذا كما بقى. إذن شنو نقول لكم؟ أهلكتم البلاد، الله ربي يهلككم. أهلكتم البلاد، ربي يهلككم، ويزيد الهلاك نتاعكم شوفوا بعينينا وسنراه، أقسم بالله سنراه عن قريب. شوفوا شتى ديك كيجي واحد وتقول تقرا قران وتمسح على صدرك وتحس بالراحه. الجنرالات يسقطون كالذباب بتهمه ماذا؟ بتهمه تربح غير المشروع. يعني قاعدين يقولوا لنا هاد الجنرالات بكل راهم سراقين، وزدنا عطيناهم 23 مليار، برك غير نعطيهم 23 مليار. لكن ما تعتقدوش انها خطه جايه من العدم. انت ما نهضرش على المخابرات الارهابيه، المخابرات الارهابيه هي مجرد كلاب قوادين، كلاب تنبح، ستنبح مع اي واحد يحكم الحكم. اتكلم عن الجنرالات الخبثاء اللي هما نزار، اللي هما فعلا نطف الفرنسيين، خاصه انه نطف من يكرهون هذا البلد. اقسم بالله العلي العظيم راهم مدخلين البلد في شو نقول لكم، في نص الإعصار. مدخلين الوطن في نص الإعصار، وطن يمتلك ما يمتلك السعودية حاليا قاعدة واقفة ند الند مع بايدن، قاعدة تقول له أنا نخسرك ونربحك الانتخابات. أنت عندك 6 ملايين، 10% من الفرنسيين جزائريين يهزوا الإعلام، ما قدرتش تتحكم في فرنسا اللي قريبة ليك، ما بالك مع أمريكا ومع كذا. السعودية شوفوا يحكمها من يحكمها، والله فيها الرجال، والله السعودية فيها الرجال، فيها رجال حاكمينها الآن. أقسم بالله يعرفوا قيمتها، واللي يعرف قيمته ما تخافش عليه، من يعرف قيمته حقيقة ما تخافش عليه. أما من يحكمك أنت في الجزائر ما يعرفش قيمته، ما يعرفش قيمة البلاد، وما يعرفش قيمة الشعب نتاعو، لذلك سيذلهم الله ذلا لم يره عبد بشر قبلهم ولن يراه بعدهم. وسلم لي على الطوموبيلات طاحوا، وسلم لي على انهم السوق او طاح، وسلم لي على الموان تروازو. سلام الاحرار.